بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم شريت هذو الحوايج وحبيت نشارك هذه المشتريات. شريت البلاطو تاع البيض ودرت هذو زوج بيضات، درت بهم الكاطو تاع قهوة الصباح. شريت زوج طرات تاع الزيت، وشريت هذه الكمية تاع الغرس وهذه الكمية تاع الزبدة، على جلبه ندير هذا اليومين، ندير الرفيس وندير المبرجة وندير المقروط. وشريت هذا الملح، حنا نقولوا له الربح. ان شاء الله ربي يطرح لي البركة في هذا المشتريات اللي شريتها اليوم، وان شاء الله ربي تعمر داري بالخير. وقد ما نحمد ربي ان شاء الله ربي يرزقني اكثر واكثر، وان شاء الله ربي ما يقطعش علينا هذا الرزق هذا، وان شاء الله ربي يجعلها نعمة دائمة ويحفظها من الزوال. هنا حطيت الدقيق فوق المقلة، وراني نحمص فيه ولا نقلي فيه. رايحة ندير الرفيس لحب ربي. درت زوج كيلات تاع الدقيق، نبقى نحرك فيهم بالعقل حتى يولي اللون تاعهم ذهبي، ونبدا في تحضير الرفيس تاعي. السماء اليوم شوية مسحبة، والمطر يتصب خفيفة. إن شاء الله تكون مطر تاع بركة، إن شاء الله تكون ساعة دعاء مستجابة. اللهم ارفع عنا وباء الكورونا، وإن شاء الله ترجع حياتنا كما اللي كانت طبيعية. وقول الحمد لله على كل حال. كما قلت اليوم ولا حب ربي، رايح ندير الرفيس على طريقتي انايا بالشي اللي موجود عندي في الدار. المكونات واش رايح ندير؟ رايح ندير الدقيق بعد ما نقليه فوق الطاجين بهذا الشكل هذا حتى يولي اللون تاعو ذهبي شويه. الكيله اللي كيلت بها الزبده، هذه الكيله فيها فيها 250 غرام. هي ندير 250 غرام زبدة مع زوج كيلات تاع دقيق، نحمصهم بهذا الشكل يولي اللون تاعهم ذهبي. وندير وحدة تاع غرس كيما هكذا فيها 1 كيلو غرام. وندير قرصة تاع ملح هكذا برك بين صباعتي، قرص اسمها ملح. ولأنه الحوانت مسكرين وما كانش اللي يبيعوا حوايج تاع الكاطو، هي في الحق الغرس انا واش ندير له؟ الغرس نعجنه مليح وندير معاه القرنفل ولا طيب مرحي، ندير معاه شويه تاع قرفه ونعجنه مليح، ومن بعد نولي نخلط الغرس مع الدقيق وندير مع الزبده. بما انه كما قلت ما كانش القرنفل وما كانش القرفه، انا استبدلت هذا المعطرات ولا المنكهات تاع الغرس، وشريت حلوة الترك في بلاصة القرفة والطيب المرحي اللي نديرها في الغرس. أنا رايحة ندير هذه حلوة الترك، هذه اللي رايحة نديرها، ونعجن كلش مع بعضها مع الغرس، ونعطيكم الطريقة كيف. الغرس رايحة نعجنه مليح بهذه الطريقة هذه، نشوف كاش ما كاين فيه العظام تاع التمر ولا ما كانش العظمه تاع التمر. حنا نقول لهم العلف، نحيو العلف تاع التمر. بهذا الشكل هذا رايحه نضيف له هذه، نضيف له حلوه الترك نفتتها مليح،
هذه درتها انا في بلاصه كما نقولوا القرفه، وطيب الملح. مانيش رايحه نزيد له الزيت لخاطرش الزيت يزيد يبسو. بهذا الشكل هذا. ودوك واش رايحه ندير؟ هذا الدقيق تاعي اللي قلت 2 كيلات تاع دقيق، رايحه نزيد لهم القرصه تاع الملح هذه، ونزيد لها هذه تاع الزبده. مانيش رايحه ندير كميه اكل، رايحه ندير نص الكميه ونشوف. ندير هذه العمليه هذه، والدقيق سخون ماشي حتى يبرد باش تذوب لي. ها كي درت الزبده هاي كفاه ذابت سخونه طعرك يديا طاب هكذا. اذا درت نص الكميه برك تاع الزبده، هي 250، درت 125، النص الاخر ها هو ما نديروش ما نحتاجوش. دوك واش رايحه ندير؟ نبدا نجيب في الغرس، والله كيفاه ندير، ندير هكا بهذه الطريقه. رايحه نكب الدقيق هنا باش تجيني العمليه سهله. هكذا، ونبدا نضيف بالغرس بالعقل كيما هكذا هكذا، ونحك الدقيق مع الغرس هكذا هكذا. حتى تدخل كما نقولوا حنا تخلط، تخلط لي هذا الدقيق مع الغرس. نزيد نجيب كميه واحده اخرى تاع الغرس، ونبقى نحرك بهذه الطريقه. الدقيق راهو سخون ماهوش بارد. انا ما عنديش القصعه، لا خرجنا ان شاء الله من الكورونا هذه سلامات، بربي ان شاء الله نشري قصعه. نبقى نضيف في الغرس بهذه الطريقه بشوي. هو الرفيس هذا كل واحد يديرو بطريقته، هو انا هذه طريقتي. لازم نكمل نص كيلو تاع لازم نكمل، قلت نص كيلو، لازم نكمل الكيلو تاع الغرس اكل حتى تولي العجينه متماسكه ونقدر نشكلها.
كما قلت نكمل العمليه اكل حتى كما نقولوا يدخل الغرس مع الدقيق ويولي بهذا الشكل هذا. وبه نحبس. التفصيل اللي كان قبيله ما كفانيش باش نخدم مليح، درتها فوق هذه هكذا باش تساعدني الخدمه مليح. نكمل كما قلت، نبقى ندلك هكذا. لازم نخلط مليح الدقيق مع الزبدة مع الغرس مع حلوة الترك، يتخلطوا مليح باش نقدر نشكلو. بهذا الشكل هذا. دوك انا ما عنديش مول ولا حاجه اللي نخدم فيها كما نقولوا حنايا هذا الغرس تاعي. واش رايحه ندير؟ رايحه نشكل كويرات برك بيدي. هذا مكان يسمى نخدم، انا دائما نفكر، دائما عندي الفكاير. لا خرجت الكورونا هذه سلامات وبقينا حيين. رايحه نشري حوايج بزاف اللي ينقصوني في الدار، كيما دوك مثلا هذا. ها هو ها كيف جاني، ها دوك واش رايحه ندير؟ حنشكل كويرات برك. هذا هو الغرس، هذا هو الرفيس تاعي، هذا هو الشكل تاعو. ان شاء الله ناكلوه بالصحه ولهنا، وان شاء الله ربي يطرح لي البركه فيه ليا ولوليداتي. وكما قلت مادام رانا في الحجر الصحي هذا رانا قاعدين، يستغل الواحد يستغل الوقت يخدم حوايج يفرح بها الوليدات. ونبقى كل دقيقه ندير هذه العفسه هذه هكذا، ندخل الدقيق مع الزبده مع الغرس واللي نحكها مليح بيديا، نولي لايمها بهاك حتى نكمل الكميه اللي عندي اكل. سما كيعت ليا ولوليداتي راني ندير في اشكال كيما هكذا. لو كان جاو يجوني ضياف ولا مثلا هكذا يجوني عباد يدخلوا للدار ونعود رايحه ندير الرفيس، نشري هكذا نكلف روحي ونشري وندير اشكال وننوع. لكن مادام ليا ولوليداتي برك هكذا برك رانا قانعين وراضيين والحمد لله. الواحد قد ما يقول الحمد لله يرزقه ربي كثر واكثر، والواحد قد ما يرضى بالشي اللي قسمه له ربي، ربي راح يكافئه. الرضا واش معناتها؟ انه الواحد يصبر على الحاله اللي راهو فيها. دوك ربي هاو يشوف احنا قد ما نرضاو بحياتنا ونكونوا قانعين بها، يعني قناعه تاع الصح ماشي بالكذب، قد ما نكونوا قانعين بحياتنا تاع الصح ربي هاو يشوف. وقد ما نقنعوا يعني رانا صابرين، وقد ما نصبروا يرزقنا ربي من حيث لا نحتسب. انا جربتها، قد ما نقول الحمد لله رب العالمين قد ما يرزقني ربي اكثر واكثر. نقول اللهم اجعلها نعمة دائمة واحفظها من الزوال.
اللهم اجعلها نعمة دائمة واحفظها من الزوال، اللهم اجعلها نعمة دائمة واحفظها من الزوال، والحمد لله رب العالمين.